فلاح لأحد منا إلا بأن يفد على الله تعالى ويقدم عليه يوم القيامة بقلب سليم. يقول الحكيم العليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مشروعك في هذه الدنيا أن تخرج منها بقلب سليم، وإنه لا سلامة للقلوب إلا بمحبة علام الغيوب جل في علاه، لا سلامة للقلوب إلا بتعظيم رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده، لا سلامة للقلوب إلا بالنصح لعباد الله، فمن حقق ذلك كان سالما في قلب. سلامة القلوب ثمرة عمل، سلامة القلوب جهد، سلامة القلوب مجاهدة، سلامة القلوب صبر. إنما تؤتى القلب السليم إذا صدقت في الإقبال على الله، فأخلص لله العبادة، فليكن قلبك لله خالصا، حقق لا إله إلا الله، ثم عليك بالاجتهاد في سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. املأ قلبك بمحبة الخير للخلق، فإنه من عمر قلبه بذلك حقق الإيمان. إنه لا سبيل لحصول هذا القلب إلا بتحقيق ما قاله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإن القلب السليم هو القلب الناصح.